Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, marilah kita teruskan lagi kemeriahan sambutan Nabi Rasul 1441 Hijrah peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan mempersilakan Cikgu Maizura binti Adnan yang akan memperdengarkan bacaan berzanji rawi 4 dan diakhiri dengan marhaban beramai-ramai. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ولمّا تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولم من حمله على الراجل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه منير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومحيا كالشمس منك مضيء
أسفرز عنه ليلة والراءٌ ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاءٌ يوم نالت بوضعه بنة وهب من فخار ما لم تناله النساء وأتس قومها بأفضل من مولد كان منه في طالئ الكفر وبال عليهم وباءٌ وتوالى بشرى قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم وسلم غاية مرامه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم وسلم وبارك عليه. بسم الله وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.